مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد. كنا معكم في شارع محمد محمود في السويس، في شارع محمد منصور في الإسماعيلية، في الفيوم، في كل ميادين مصر. ننقل إلى حضراتكم هذه الصور الحية والمباشرة إليكم مباشرة لتكونوا أنتم الحكم على ما يحدث. نمارس الإعلام بمهنية شديدة وحيادية وأيضا بروح وطنية. أنتم من يحكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية. ينضم إلينا الآن وعبر الهاتف السيد شريف زهران، أمين عام مساعد المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب. أرحب بك بداية سيد شريف. وبداية المجلس الاستشاري يعني أعلن أن هناك غدا السبت سيكون هناك اجتماع. بماذا سيكون هذا الاجتماع محاط بالعديد من الموضوعات أهمها وأبرزها نستوضحها من سيادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بحب أكد وأقول